الحياة قال النبي عليه الصلاة
قال رحمه الله الدرس السابع عشر
الحذر والتحذير من الشرك والقاع مع نصك يقول لا بد من الحذر تحذر على نفسك وتحذر غيرك من الشرك الاكبر والبدع والكبائر والمحرمات والمنكرات. نعم. ومنها السبع الموبقات وصدقت معنا ان الله تعالى اختار الشرك بنوعين الاكبر والاصغر. نعم. ويشرك بالله السحر. والسحر معنا ان الله تعالى اختار التوحيد. قد كل نفس التي حرم الله فيها الحق. النفس التي حرم الله اربعه ما تقدر تبتدئ مسلم ومعامل وذمي ومستأمن. مسلم معروف معامل بينما وبينه معامل. ذمي يضع تحت خلاف الدولة المسلمة ويدفع الجزية. الرابع أن يعطيه المال جاء للتجارة أو جاء حتى يتعرف على الإسلام. خلص بهذا الحق. نعم. قال رحمه الله أكل الربا أكل الربا شرب الربا لبس الربا المهم أخذ الربا. يا إخوان النصيحة يقولها الشيخ الرجال حفظه الله يقول احرص قدر المستطاع على الا تاكل قدر المستطاع. نعم قدر المستطاع. نعم. قال رحمه الله عن اعمال اليتيم اكل مال اليتيم اليتيم من مات ابوه ولم يظلم مات ابوه ولم يظلم ماتت تكون والجد والجده هذا ليس اليتيم مفهوم واحد مثل هذا هل على اليتيم؟ لا بعد البلوغ لا صحيح. نعم التولي يوم الزحف التولي اي الفرار يوم زحف الجيوش للجهاد في سبيل الله والان طالب العلم يجاهد. نعم ويجاهد باعداء كلمه الله ويعلم الناس التوحيد هل تقدر؟ يوم الزحف كبيره بالله. قال رحمه الله قد المحصنات الغافلات المؤمنات قد المحصنات المحصن المسلم عبيدا او غير عبيد هذا الذي يذكر الشيخ ابن الله ما تختلف حتى ولو كان تصور عاقل السلام غير عبيد والا حج غير وهذا من باب اولى الرجل فلا يمكن اخواننا اليوم اطلاق الاحكام على الاشخاص قال رحمه الله حقوق الوالدين نعم حقوق الوالدين قطيعة الرحم قطيعة الرحم يعني الآن صلة الأرحام كيف تكون؟ يرجع فيها إلى العرف فكل ما عده العرف أنه صلة بسيطة ما له خالق الشر مفهوم مثال هذا الشيخ مقيم في الكويت واهل في دوله اخرى فكيف يكون واصل هو يتصل على والدته حفظه الله ويقول سلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير لا يستطيع ان يتصل على الكل على خالات وعمان حتى لو اتصل عليه في كل شهر قال له والدي ماذا تفعل؟ لماذا يعني كثير ما تتصل؟ واصل بالاتصال فالوالد تبلغ هؤلاء من الطعام تبلغ ولدي يسلم عليه قال جزاك الله خير قاصد لكن هو يعرف من حصل عنده مثل وفاه فلا بد من الاتصال ويعرف اذا رجع لا بد ان ياتي بشيء من الهدايا او من الحلوى او من كذا لكن هذا ما له خالق الشرع مفهوم فاذا كان خالق الشرع ذهب الشيء جزاه الله خيرا الى المدينه فاوصى الانسان قال اريد ان تحفظ لي تربه البقيع مفهوم قال مفهوم وان لم تقاطع يا ولدي اقول لا حاجه مفهوم في معصيه الخالق فهل هذا يعني قبول؟ لا نعم شهاده الزور الله اعلم ان شهاده الزور هي التي قال عنها الشيخ الامين الشيخ عندما سئل من طالب من طلاب الشريعه في السنه الرابعه طالب
في الجامعة الإسلامية السنة الرابعة يسأل الشيخ الأمين شديد عشان الزوم. قال ما تعرف الزوم؟ قال هي التي قلت هذا الخبر. ليس معنى هذا أن كل طلاب لا أريد بس الشيخ الأمين. هذا في السنة الرابعة ولا يعرف الزوم. مسلم تسأل ما هو الإسلام؟ لا يدري. شهادة لا إله إلا الله؟ لا يدري. هل هو بيسمع سيدنا النبي أو الرسول؟ لا يدري. شهادة قال رحمه الله الايمان الكاذبه الايمان الكاذبه سبت معنى باذن الله تعالى توحيد الله سبحانه وتعالى قال واحفظوا ايمانكم تحفظ اليمين ابتداء والا تحفظ الا وقت صالح نعم اذا اجرى ولو كان كاملا ظلم الناس بالدماء والأموال والأعراض ظلم الناس بالدماء والأموال والأعراض يقال والله أعلم زمن الصديق رضي الله عنه كان المهدي عمر سنة كاملة لم يأتي أحد لماذا؟ الخليفة الصديق القاضي عمر الرعية صحابة الله كل واحد يعرف الذي له والذي يملك لا يحتاج إلى طلب الله نعم فالله الله يعني هذا ظلم الناس كن عبد الله مظلوم ولا تكن عبد الله ظالم نعم شر المسكرين يعني الاغتمار شر المسكرين مخدرات ومسكرات وعادوا افساد ابناء المسلمين ثم قال داعي الإمام بعض الناس يقول نحن ما نعرف الإمام هو موجود كثير جدا في هذه الأيام الاتصال على الرقم السمعي ما أدري عندكم الاتصال على الرقم يعني مساعدة تتصل قد تربح اليوم تتصل يأخذ منك في الاتصال حتى تذكر له المعلومات كذا دينار مثلا دينار ليش نحن 20 مليون دينار والجارز مليون واحد قمار هؤلاء اللي يلعبون الكره هذا الوضعيه نعم هذا الوضعيه هذا ما تبيع عشره مرات كل مره تدفع 100 دينار 100 100 100 100 100 من ياخذ راس اول راس الاول والراس الثاني والراس الثالث والبقيه خسر هذا قمار جود صحيح؟ اي نعم طيب قال رحمه الله الغيبة والنميمة الغيبة والنميمة لا تقول بعد ان تسعى الى الانسان حتى عند الرجال بعد الرجال الا من رحم الله جاء رجل الى الحسن البصري رحمه الله وقال له فلان يقول في كذا وكذا وكذا فماذا قال الحسن؟ لو جاء إلى الإنسان فقط قال الخبيث حسبي الله الله كذا وتسلم صح فقال له الحسن لا بد أن نكون على هذا الأحسن قال له الحسن رحمه أنا وجد الشيطان رسول الله اليوم أنت رسول إبليس قال رحمه الله غير ذلك من الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تشهد مع شرط الجزء منه في الصلاة على الميت نعم الصلاة على الميت والتجهيز والتحريم بإذن الله تعالى نقولها قال في درس عامل إن شاء الله تعالى لكن نريد منكم بارك الله فيكم يعني المراجعة ثم يعني تحضر لنا يعني تقرا كيف يكون التفصيل لان هي اخر قدر تضطر احيانا لا تقول عند الجمعيه تفصل والامام لكن قد تضطر الى ان تفصل انت لعلكم يعني مرت يعني لكم اسماء كذا الحمد لله يعني رفع الله عنكم كذا
يطلب إنسان لن يغسل فيه فماذا يصنع؟ يقول لا أعرف أو يتركه إلى تغسيل ولا تحقيق. تعلم أخواننا أو سلام جدا وبإذن الله حتى نتعلم كيف تصنع وكيف ترفع العين وكنت وحده تصنع كل شيء وحده ولا شيء بإذن الله. كيف تحرك كيف ترفع كيف تضع كيف تكفل تسجل بإذن الله. طيب والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.